الآن طلاب لنقوم بتحقيق هدفنا الثاني لهذا الدرس، وهو أن يحل الطالب السؤال الرابع والسادس من تمارين البحث في الصفحة 39 و40. السؤال الرابع في الصفحة 39 يقول: يحوي صندوق 4 كرات متماثلة مرقمة 1 2 3 M، يعني الكرة الأولى مرقمة بالرقم 1، الثاني مرقمة بالرقم 2، الثالث مرقمة بالرقم 3، الرابع مرقمة بالرقم M، حيث M من N شو يعني؟ يعني الM عدد طبيعي. نعم، نسحب من الصندوق كرة واحدة، تجربتي سحب كرة واحدة، احتمال سحب كل كرة حسب رقمها هنو B1 B2 B3 BM. شو يعني هالكلام؟ احتمال سحب الكرة المرقمة بالرقم 1 هو P1، احتمال سحب الكرة المرقمة بالرقم 2 هو B2، احتمال سحب الكرة المرقمة بالرقم 3 هو B3، احتمال سحب الكرة المرقمة بالرقم M هو PM. إذا كانت أو بفرض أن الـ P1 والـ P2 والـ P3 والـ PM بهذا الترتيب هي 4 حدود متتالية في متتالي حسابية أساسها 1/12، عندئذ احسب كلا من B1 B2 B3 PM 2 ليكون X متغير عشوائي يدل على رقم الكرة المسحوبة، احسب M إذا علمت أن التوقع الرياضي للمتغير العشوائي X يساوي 53/12. طلاب، الصندوق فيه 4 كرات مرقمة بهذا الشكل، الكرة الأولى مرقمة بالرقم 1، الثاني مرقمة بالرقم 2، الثالث مرقمة بالرقم 3، الرابع مرقمة بالرقم M. التجربة نسحب كرة واحدة فقط، احتمال سحب الكرة الأولى هو B1، احتمال سحب الكرة الثانية B2، احتمال سحب الكرة الثالثة B3، احتمال سحب الكرة الرابعة PM. إذا كانت هاي الاحتمالات هي 4 حدود متتالية في متتالي حسابية أساس المتتالي 1/12، احسب كل من B1 وB2 وB3 وBM. في الحقيقة طلابنا، أستطيع القول لنتذكر المتتالي الحسابي. المتتالي الحسابي هي مجموعة غير منتهية من الأعداد. على سبيل المثال، أنا إذا أخذت هالمجموعة هاي، بلشنا ب2، بعد 2 أعطانا 5، بعدين 8، بعدين 11، بعدين 14، 17، 20، ونحن ماشيين بدون توقف. هاي المجموعة اللي بتتألف من عدد غير منتهي من العناصر أو من الأعداد، هاي اسمها متتالي حسابي. متتالي حسابي، الحد الأول هو 2، الحد الثاني 5، الثالث 8، الرابع 11، الخامس 14. في علاقة بين هالحدود. شو هي العلاقة؟ بمعنى النظر في هالمثال اللي أنا طرحته، الخمسة عم تنتج عن 2 بشقد؟ بإضافة 3. 8 بتنتج عن 5 بإضافة 3. 11 بتنتج عن 8 بإضافة 3. كل ما أضفنا 3 بحصل على الحد الذي يليه. هاي الثلاثة اللي نحن عم نضيفها طلاب هي مين؟ هي الأساس. هالكلام هذا أنا رح أسقطه على مسألتي. هالاحتمالات الموجودة بين يديه إنه البي واحد والبي اثنين والبي ثلاثة والبي ام، 4 حدود متتالي في متتالي حسابي أساسها 1/12. بناء على ذلك أستطيع القول طلاب أن البي 2 هي B1 زائد 1/12، البي 3 هي B2 زائد 1/12، البي ام هي B3 زائد 1/12. هاي هي العلاقة اللي أنا راح أستفيد منها. عم يطلب مني أحسب هالاحتمالات الأربعة إذا علمت أن هذه الاحتمالات هي 4 حدود متتالية في متتالي حسابي. فكرة الحل أنه أنا بحاجة إلى معادلات، حل جبري. لذلك بالاعتماد على تعريف المتتالي الحسابي أستطيع القول أن البي 2 يساوي بي 1 زائد 1/12. انظر، البي 1 أنا تركته مثل ما هو، البي 3 هي مين؟ بي 2 زائد 1/12. طلابنا، أنا بدي أعوض البي 2 في هاي،
معناته بي 1 زائد 1 على 12 زائد 1 على 12 يعني بي 1 زائد 2 على 12 هذا البي 3. البي ام هو بي 3 زائد 1 على 12 بدي اعوض البي 3 بمين؟ بي 1 زائد 2 على 12 معناته بي 1 زائد 2 على 12 زائد 1 على 12 بي 1 زائد 3 على 12 هذا الشيء انا حصلت عليه من المتتالي. إذن البي واحد تركته مثل ما هو، البي اثنين هو بي واحد زائد واحد على 12، البي ثلاثة هي بي واحد زائد اثنين على 12، البي أربعة بي واحد زائد ثلاثة على 12. هدول هن الحدود أنا بدي أوصل لحسابهم. عم يقول هدول هن الاحتمالات لجميع الأحداث البسيطة. عندي أربع أحداث بسيطة، الحدث البسيط اللي فيه عنصر وأنا عندي أربع عناصر، معناته عندي أربع أحداث بسيطة. وجميعنا يعلم طلاب أن مجموع احتمالات الأحداث البسيطة قديش؟ واحد. جميعنا يعلم أن مجموع احتمالات الأحداث البسيطة يساوي الواحد. شو يعني هالكلام هذا؟ هذا الكلام بيعني الطلاب أنه بي واحد زائد بي اثنين زائد بي ثلاثة زائد بي ام يساوي الواحد. مجموع احتمالات الأحداث البسيطة واحد. هلق بدي اعوض البي 2 والبي 3 والبي ام بدلاله البي 1 بكون حصلت على معادله فيها مجهول واحد هو البي 1. شوفوا عيني، لان مجموع احتمالات الاحداث البسيطه يساوي الواحد، هاي العباره بدها حفظ. يعني البي 1 زائد بي 2 زائد بي 3 زائد بي ام يساوي الواحد. بدنا نعوض كل حدث من هالاحداث بدلاله البي 1. البي واحد تركته مثل ما هو، البي اثنين قديش عوضته؟ بي واحد زائد واحد على 12 من متوى. البي ثلاثة هي بي واحد زائد اثنين على 12. البي ام بي واحد زائد ثلاثة على 12 ويساوي الواحد. وإذ احنا أمام معادلة فيها مجهول واحد هو البي واحد. مجرد عرفت الحد الأول عرفت التالي، صح؟ كلهم بدهم يلحقوا بعض، بس ضيف الأساس. كل ما ضفت الأساس بتحصل الحد الذي يليه. إذن ومنه B1 زائد B1 زائد B1 زائد B1 أربعة، أربعة B1، واحد على 12 واثنين على 12 وثلاثة على 12 ستة على 12. انتقلت على الطرف الثاني، واحد ناقص ستة على 12 ستة على 12 معناته أربعة B1 يساوي ستة على 12. البي واحد الحر على المقيد، شوفوا طلاب، ستة على 12 على أربعة والتي تساوي ستة على 48. قسمت البسط والمقام على اثنين حصلت على قيمة B1 والتي تساوي 3 على 24. طلع معي قيمة B1 قديش طلابنا؟ 3 على 24. أنا هلق بعد ما عرفت B1 شو بدي أعمل؟ بدي عوض في B2 وB3 وBM. كلياتنا بيعرف أنه B2 هو B1 زائد 1 على 12، B3 هو B1 زائد 2 على 12، BM هو B1 زائد 3 على 12. بدي عوض قيمة B1 هون، معناته B2 هي 3 على 24 هاي B1 زائد 1 على 12، الجواب 5 على 24. B3 هي B1 زائد 2 على 12، 3 على 24 زائد 2 على 12، الجواب لاحظ واحد المقامات ضرب الكسر الثاني باثنين، 3 على 24 و 4 على 24 7 على 24. البي ام هنو مين؟ 3 بي 1 زائد 3 على 12 ب 3 على 24 زائد 3 على 12 3 على 24 و 6 على 24 9 على 24. معناته هلق انا عرفت البي 1 والبي 2 والبي 3 والبي ام. هذا هكذا أقوم بحساباتهم. إذن شو اللي حصلت عليه هون؟ الفكرة هي بالاعتماد على تعريف المتتالي الحسابي كتبت الحد الثاني والثالث والرابع بدلالة الحد الأول، بعدين طبقت مجموع الاحتمالات يساوي الواحد، نعم عوضتهم بدلالة الحد الأول. عرفت الحد الأول؟ عرفت الباقي. الطلب الثاني ليكن لدي إكس متغير عشوائي، نعم يدل على رقم الكرة المسحوبي. اكتب مجموعة قيم X وجدول توزيع الاحتمالي واحسب التوقع الرياضي.
طلابنا شوفوا كيف عم يعرف المتغير العشوائي. المتغير العشوائي يدل على رقم الكرة المسحوبي. أنا في عندي كم رقم؟ الواحد واثنين وثلاثة والأم. بناء على ذلك لو أنا سألت رمضان حيدر، يا رمضان عندي أنا مجموعة القيمين بدهم يكونوا باعتبار عم يدل على رقم الكرة المسحوبي، إكس أوميجا مين بده يكون؟ نعم أستاذ، واحد واثنين وثلاثة وإم. أحسنت، ممتاز رمضان. طلابنا المتغير العشوائي يدل على رقم الكرة المسحوبي، معناته الأرقام إني واحد اثنين ثلاثة إم، هدول هني مجموعة قيم المتغير العشوائي. بدنا نحسب الاحتمالات ونوضعها في جدول التوزيع. احتمال الواحد اللي هي F الواحد هي احتمال X يساوي الواحد، يعني احتمال سحب الكرة الأولى. مين هو احتمال سحب الكرة الأولى؟ هو البي واحد. وF اثنين احتمال X يساوي اثنين هو البي اثنين. وF ثلاثة اللي هي احتمال X يساوي ثلاثة هو البي ثلاثة. وF الM احتمال X يساوي الM هو البي M. إذن لاحظ، إذن لدي احتمال X يساوي الواحد هو بي واحد، والتي تساوي واحد على ثمانية، أو خليها ثلاثة على أربعة وعشرين ما بيأثر. احتمال X يساوي اثنين هو بي اثنين، احتمال سحب الكرة الثانية، والتي تساوي خمسة على أربعة وعشرين. احتمال X يساوي ثلاثة اللي هي F ثلاثة هي بي ثلاثة، بي ثلاثة، والتي تساوي سبعة على أربعة وعشرين. F M اللي هي احتمال X يساوي M، والتي تساوي بي ام اللي طلع معي 9 على 24. هلق بنعوضهم في جدول التوزيع. لاحظوا طلاب، احصل على جدول التوزيع التالي ار اي اف ار اي 1 2 3 ام. الواحد اف الواحد هي بي 1، اف 2 بي 2، اف 3 بي 3، اف ام بي ام 3 على 24، 5 على 24، 7 على 24، 9 على 24. تجرب اجمعون 3 و 5 8 و 7 15 و 9 24 على 24 مثل ما انكم شايفين. بعدين عم يقول لي احسب التوقع الرياضي بدلالة M. احسب أو أوجد التوقع الرياضي بدلالة M. طلابنا التوقع الرياضي هو السيجما من I تساوي الواحد حتى وين؟ عندي أربع قيم حتى الأربعة لـ RI بـ FRI. انظر، مجموع من I تساوي الواحد للأربعة لـ RI بـ FRI بصفي مع التوقع الرياضي EX مثل ما كنتم شايفين طلاب، هو 1 ضرب 3 على 24 3 على 24 زاد 2 بـ 5 10 على 24 3 بـ 7 21 على 24 9 بـ M 9 M على 24 3 و 10 13 و 21 34 زائد 9 ام على 24. بعدين اوجد قيمة ام التي تجعل التوقع الرياضي يساوي العدد 53 على 12. اريد قيمة ام التي تجعل التوقع الرياضي يساوي 53 على 12. هلق بتقول نعوض EX تساوي 53 على 12، بتكون انت حصلت على معادلة فيها مجهول واحد هو الام. انظر، عوضنا الـ EX 53 على 12، يعني يقول نعوض EX 53 على 12، 34 زائد 9 ام على 24 يساوي 53 على 12. تجنبا من الارقام الكبيرة، شو رأيكم نضرب طرفي هالمعادلة هاي ب 24، منه بنخلص من هاي ال 24، وهي 12 بتصير 2 في البسط. نضرب 24 بيصير عندي 34 زائد 9 ام، شوفوا راح احلها بالقلم، بنضرب 24 نضرب ب 24 بيصير عندي راحت ال 24 مع ال 24 34. انظر 34 زائد 9 ام يساوي 53 ضرب 2، لان 24 مع 12 ضل 2، 160. اذا والتي تساوي 160. انظر هون اضع 160، هذا يؤدي مجاهيل بطرف معاليم طرف
التسعة ام بتضل بالطرف الايمن. 160 ناقص 34 الجواب 72. هذا يؤدي ام الحر على المقيد 72 على 9 والتي تساوي 8. هذا يعني طلاب ان الكرة الرابعة مرقمة بالرقم 8. نعم، هكذا نكون قد حلينا المسألة الرابعة من تمارين بحث المتغير العشوائي. ولننتقل الآن إلى المسألة السادسة. المسألة السادسة هي السؤال السادس في الصفحة 40. تقول المسألة: يحوي الصندوق 6 بطاقات تحمل الأرقام 1 1 1 2 2 3، 3 وحدات وكرتين تحمل الرقم 2 وكرة تحمل الرقم 3. نسحب من الصندوق بطاقتين على التتالي دون إعادة. انظر إلى طريقة السحب، بطاقتين على التتالي دون إعادة. وليكن X متغير عشوائي يدل على مجموع رقمي البطاقتين المسحوبتين. اكتب مجموعة قيم X وجدول توزيع الاحتمالي واحسب التوقع الرياضي. طلاب، الصندوق فيه 6 بطاقات، 3 بطاقات تحمل الرقم 1 وبطاقتين تحمل الرقم 2 وبطاقة واحدة تحمل الرقم 3. تجربتي: نسحب من الصندوق بطاقتين على التتالي دون إعادة. معناته أنا هون لازم استخدم المبدأ الأساسي بالعد. راح استخدم شو؟ المبدأ الأساسي بالعد. في الحقيقة طلاب، قلنا إذا قدرنا نهمل الترتيب في حال السحب على التتالي دون إعادة أستطيع استخدام التوافيق، ولكن أنا اليوم راح ألزم حالي بالترتيب. أنا هون بقدر أهمل الترتيب واستخدم توافيق، ولكن بدنا إياكم نحلوا المسألة بالترتيب. بيصير نحلها بالتوافيق، يجوز لأنها دون إعادة والترتيب مو مهم، لأنه يتحدث عن مجموع والجمع عملية تبديلية. المتغير العشوائي يدل على مجموع رقمي البطاقتين. أنا عندي بدي أسحب بطاقتين من هالصندوق، ممكن يكونوا بطاقتين 1 معناته المجموع 2، ممكن 1 2 المجموع 3، ممكن 2 2 المجموع 4، ممكن 2 3 المجموع 5، ممكن 3 3. الجواب لا، لأن السحب على التتالي دون إعادة. لو أن مع الإعادة كان في معي مجال أنه أحصل على 3 3. إذن هون بإعطاء أهمية للترتيب. بدنا نحل المسألة بشو؟ بإعطاء أهمية للترتيب. لو أهملنا الترتيب بصير X أوميجا 2 3 4 5. جدول التوزيع طلاب: RI FRI 2 3 4 5. الحدث X يساوي 2، متى يكون مجموع 2؟ لو وجهت السؤال هذا طلابنا إلكم، متى يكون هنا المجموع يساوي 2 يا محمد؟ محمد متى يكون المجموع يساوي 2؟ لما تكون البطاقة الأولى رقم تحمل رقم 1 والبطاقة الثانية كمان تحمل رقم 1. أحسنت يا محمد، شكرا كثير. الأولى 1 والثانية 1، طبعا هون ما في تكرار. الأولى 1 راح يكون 3 على 6 والثاني 1 2 على 5، لأنه احنا سحبنا بدون ما نرجع. معناته F2 اللي هي احتمال X يساوي 2 والتي تساوي الأولى 1 مثل ما قال زميلي محمد بالضبط، الأولى 1 والثانية 1. 3 على 6 ضرب 2 على 5، الجواب 6 على 2، 6 على 30 عفوا. الحدث X يساوي 3 يا محمد، متى يكون مجموع 3؟ أستاذ الأولى 1 والثانية 2 أو العكس. ممتاز، أحسنت، أو الثاني 2 وبالعكس، أو فينا نقول مكرر مرتين. أحسنت محمد، بيصير معي الأولى 1 3 على 6 والثاني 2 2 على 5، لأنه طلعت الواحد لبرا ضل عندنا تنتين تحملان الرقم 2 من أصل 5. نعم، وبالعكس يعني ضرب 2 أو ضرب 2 عاملي. 3 ب 2 6 ب 2 12 على 30. شكرا كثير محمد. الحدث X يساوي 4، من هو الحدث X يساوي 4؟ لو وجهت السؤال معلش لزميلنا زكريا عبد الحميد، تفضل زكريا، متى يكون مجموع 4 يا زكريا؟ استاذ اذا كانت الكره الاولى 2 والكره الثانيه 2. الاولى 2 هي مكرره شيء؟
نعم استاذ. الثانية 2 نفس الشيء. نعم نعم، أولى 2 والثانية 2 هون لا يوجد تكرار، صح زكريا؟ نعم نعم. في معنى خيار آخر ليكون المجموع 4 يا زكريا؟ لا استاذ، اي 1 و 3 آمن، بدنا ما نغفل عن هالأمر. أو الأولى 1 والثانية 3. شكرا كثير زكريا، شكرا. أقول F الأربعة اللي هي احتمال X تساوي الأربعة، الأولى 1 والثانية 3، 3 على 6 ضرب 1 على 5 لأنه عندي وحدة تحمل الرقم 3 ضرب 2 عامل طبعا مكرر مرتين، زائد الأولى 2 والثانية 2، 2 على 6 ضرب 1 على 5، 3 ب 2 6 زائد 2 8 على المقام 30. أخيرا طلابنا الحدث X يساوي 5، من هو الحدث X يساوي 5 يا خالد محمود؟ يا خالد من هو الحدث X يساوي 5؟ عندما أسحب بطاقتين الأولى 2 والثانية 3 وبالعكس. أحسنت يا خالد، أحسنت وبالعكس تماما لأنه مختلفات. من شوي زميلنا زكريا قال 2 2 هون ما في بالعكس، بينما هون مختلفات بدي أقول وبالعكس. بيصير معي طلاب F الخمسة اللي هي احتمال X يساوي 5، الأولى 2 2 على 6 والثاني 3، عندي وحدة من أصل 5 ضرب 2 عاملي فيكون الجواب 4 على 3. وهكذا يصبح لدي جدول التوزيع RIFRI 2 3 4 5 2 6 على 30 3 12 على 30 4 8 على 30 5 4 على 30. بنجمعهم 6 و 12 18 و 8 26 و 4 30 على 30. ويكون التوقع الرياضي للطلاب المجموع من I تساوي الواحد للأربعة لأنه عندي أربعة قيم لRI بFRI بضربهم 2 ب 6 12 على 30 زائد 3 ب 12 36 على 30 4 ب 8 32 على 30 5 ب 4 20 على 30. بجمع هالكسور هاي وبوجد الناتج فأحصل على القيمة العددية للتوقع الرياضي لهذا المتغير. هذا طلابنا ما يتعلق بحل المسألة السادسة من تمارين بحث المتغير العشوائي في الصفحة 40.